بالاشتراك مع إريكسون. على مدى 4 أيام تشهد مدينة برشلونة المؤتمر السنوي الموبايل وورلد كونغرس الذي يجمع جميع الشركات العاملة في هذا القطاع من IT، شبكات، شركات موبايل، عدد كبير هائل من الشركات، والمكان يعني واسع جدا، ويوجد مساحات كبيرة ومسافات كبيرة كلها تحتوي شركات من شتى أنحاء العالم. وطبعا اليوم أنا أعتقد أننا أرى المستقبل يتم رسمه أمامي، مستقبل العالم الذي سيختلف كثيرا، والاتصالات والIT تتطور بشكل سريع جدا، الاهتمام بالإنترنت أوف ثينجز، إنترنت الأشياء، بال5G القادمة، والتي حتى يعني لن أعتقد أنها مجرد مرحلة أخرى كما تدربنا من 2G 3G 4G، ال5G هذه قصة مختلفة تماما وسوف تنقل العالم إلى مكان آخر، أتمنى أن يكون العالم العربي مكان فيه. وللحديث معي عن هذا الموضوع معي السيدة فدا كبة، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط لشركة إريكسون للاتصالات المؤسسية والتسويق. أهلا بك. شكرا. نتحدث عن هذا الحدث الكبير اليوم هنا في برشلونة، وإريكسون لديها بوث كبيرة، يعني لديكم قاعة كاملة لإريكسون. ماذا تقدم إريكسون في هذا العام؟ نحن هالسنة أطلقنا شعار تحويل الأفكار إلى واقع، واقع عالمي. اللي عم نقوله نحن أنه من سنوات إريكسون أطلقت أنه رح نصل الأشياء ببعضها البعض. أول شيء ابتدأنا بإيصال الأماكن ببعضها، بعدين تحولنا إلى إيصال الأشخاص ببعضها، وهلأ عم نقول نحن الأشياء ستتصل ببعضها. ومع خدمة ال5G نحن نتوقع مثل ما قلت نجوى أنه رح ننقل العالم من مكان إلى مكان آخر، فالاتصال الأشياء ببعضها ستمكن فرص لم نراها من قبل. بإريكسون هذه السنة نحن عم نركز على 4 نواحي، عم نحكي بالشبكات وبأهمية تطوير الشبكات نحو ال5G، في طريقنا إلى ال5G، وعم نحكي بمثل ما ذكرتي المعلوماتية الIT وأهميتها ودورها الأساسي لما تندمج مع قطاع الاتصالات بتمكين الفرص للأشخاص، الفرص العملية كمان. وعم نحكي بالناحية الثالثة اللي هي الميديا، والميديا كمان نحن عم نشوفها تندمج مع قطاع الاتصالات وقطاع المعلوماتية، مثل ما عم نشوف هلأ المستخدمين وأهمية الفيديو كونسومشن، استخدام الفيديو واستهلاك الفيديو بكل الأماكن، على الموبايل، بالتابلتس، بالبيوت. فهذا الشيء كمان عم نشوفه أنه قطاع الميديا كمان سيتطور مع تطوير قطاع الاتصالات وقطاع المعلوماتية. وبآخر قسم عم نحكي نحن بتطور قطاعات أخرى ريفلكتد أو انفلونسد بالتحول الهائل اللي عم بيشوفه السوق، تحول الرقمي، مثل قطاعات الصحة، القطاع التعليمي، القطاعات الحكومية. عم نشوف نحن تأثير تطور قطاع الاتصالات على قطاعات أخرى خارج قطاع المعلوماتية والاتصالات. فهيدا الشيء اللي نحن عم نقوله هيدا السنة مثل ما حكيتي وتفضلتي، إنه هيدا يمكن فرص هائلة، فرص عمل هائلة. عم نشوف نيو بزنس مودلز، مثل ما نحن نماذج عمل جديدة عم تطرح هلأ تمكن الأشخاص بأنها تبتدأ بستارت أبس بأعمالها. وهيدا الشيء لما إن شاء الله بال 2018 احنا بنقول إنه الـ 5G رح يكون commercially available بالبلدان. When the 5G is launched، لما الـ 5G سيطلق، رح نشوف إنه هذه الأفكار وهذه النماذج العملية حتكون كتير سهلة. فمثل ما قلتي رح تنقل العالم من مكان لمكان آخر. فاليوم إذا زرتي حضرتك الإريكسون هول وشفتي كيف نحن عنا عم نحكي بال5G، عم نحكي عن الروبوتكس، عم نحكي مع شركة فولفو، عنا تعامل لسيارات من دون سائق، عم نحكي عن تطور قطاع المالي بظل التطور الرقمي، عم نحكي عن الام كوميرس، التداولات المالية عن طريق الانترنت، كله هيدا هالسنة موجود. وطبعا الناحية الثانية اللي هي الكلاود، من دون وجود الكلاود والتقنيات اللي الكلاود ستمنحنا إياها كمان لاعب رئيسي لتمكين العالم بالانتقال إلى ال5G. فإنترنت الأشياء هي المستقبل، هيدي هي يعني المسج الرئيسية اللي عم تطلقها إريكسون
بموبايل وورلد كونغرس هالسنة. وماذا عن منطقة الشرق الأوسط؟ يعني أين نحن من كل هذا؟ في منطقة الشرق الأوسط إجمالاً ما فينا نقول عنها منطقة. بالنسبة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية تم قسم إلى ثلاث أقسام. في عندك القطاع المتطور أو الأدفانس نحن بنسميه اللي هي بلدان الخليج. في عندك البلدان الناشئة مثل إذا عم نحكي بإيست أفريقيا مثلاً أو شمال أفريقيا، إثيوبيا، جيبوتي، السودان، أو إذا بنقول البلدان اللي بين يعني بين اثنين في النص اللي هي مثل لبنان ومصر وتركيا والعراق مثلاً. فكل فئة أو كل قسم من هذه البلدان عندها واقع من التطور قطاع الاتصالات مختلف عن الثاني، ولكن الكل يتجه نحو المجتمع الشبكي اللي نحن بنقول عنه المجتمع الشبكي بأريكسون، واللي هو عندما تتصل الأشياء ببعضها. فاللي عم نقوله انه بالاسواق المتقدمه بقطاع الاتصالات مثل اسواق الخليج عم نشوف انه هلا نحن مثلا اطلقنا الاسبوع الماضي تعاون مع اتصالات شركه اتصالات لاستكشاف كيفيه تعاوننا معهم بقطاع بدومين ال 5G. كمان مع اريدو اطلقنا نفس الشيء تعاون لحتى نختبر سوا كيف نطلق تحضيرات لاطلاق ال 5G بالخليج. اذا بنروح وهون طبعا المستخدمين، انت بتعرفي مثلا بالسعوديه عندك رقم واحد مستخدمين على اليوتيوب، فالسوق تتعطش لل 5G، السوق حاضره لل 5G. طبعا كمان مثلا اذا بنروح على البلدان الناشئه هونيك عندك قصص مختلفه، عندك بدنا الشبكات وتطوير قطاع الشبكات، ولكن نحن عم نشتغل مع المشغلين بهذه البلدان لتسريع عملية التطور لحتى ما تبقى هذه البلدان بعيدة عن التطور العالمي اللي عم يحصل. وبالبلدان الناشئة مثل مصر ومثل لبنان السمة اللي تجتمع أو التي تجمع كل هذه البلدان هي المستخدم، هي نحن الأشخاص، كل الأشخاص، أهمية الاتصال والابتكار على الاتصال، هذه شغلة بتجمعنا كلنا سوا، وهذا الشيء يؤمن فرص للجميع، للمستخدمين وللشركات وللمشغلين. شكرا سيدة فدا. يعني بالاشتراك مع إريكسون.